لكن دكتور زيد، يعني كما تعلم في الفترة الماضية ما بعد استقالة عادل عبد المهدي، يعني أغلب الكتل والأحزاب نأت بنفسها عن تسمية رئيس وزراء من 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 داخل الكتل، وهذا الموضوع يعني في أي إطار يأتي برأيك؟ يعني أيضا في إطار طبعا الخلافات السياسية التي من خلال التسويف والمماطلة في تسمية رئيس الوزراء لا يراد لها أن تطلو على السطح. نحن نعلم جيدا بأن القضية الآن ستكون مسألة الكتلة الأكبر، والكتلة الأكثر عددا بطبيعة الحال هي كتلة سائرون، ولكن كتلة سائرون في خضم هذه الأزمة قررت أن لا تقدم هي مرشح لكونها الكتلة الأكبر، فعادت قضية الكتلة الأكبر مرة أخرى، وهي عبارة عن يعني أزمة يعني ليست بالهينة، تحتاج إلى يعني إلى مجهود من التفاوضات ومن محاولة توحيد الكلمة لإقناع كل الأطراف بأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب هي الكتلة سين. لكن حتى هذه اللحظة الكتل السياسية بالمناسبة قفزت على الدستور وخالفت القانون لأنها عمليا لم تسمي الكتلة الأكبر بالأساس حتى في زمن تسمية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل. يعني الكتلة الأكبر حينما تسمى وتحصى عددا تسجل عند مفوضية الانتخابات المستقلة العليا بأنها الكتلة الأكبر، وهذا لم يحصل. وفي نهاية المطاف يعني الفواعل السياسيين المتنفذين هم الذين كسروا قواعد اللعبة، وهم الذين خرقوا القوانين والأحكام الدستورية من خلال تجاهلهم لقضية الكتلة الأكبر التي عادت الأكبر.